عموما الكلمة وتفاصيل هذا الشوط ستكون بصوت الزميل حمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرحب بحضراتكم أنا بدوري، ترحيب بكل من يستمع وكل من يشاهد هذا الحدث وهذه الانطلاقات، انطلاقات الخير والمحبة والبركة من هنا من أرضية ميدان الشحانية في هذا اليوم المميز وفي يوم الختام وفي فترة الصباحية. نتواصل معكم في مسيرتنا وفي عطاءاتنا وفي أشواطنا. ها هي الانطلاقة تمت بعون من الله ورعايته، وها هي الشعارات توافدت هنا في أرضية هذا الميدان لكي يكون لها حضور في هذا المهرجان ولكي يكون لها بصمة واضحة. على كل حال مشاهدينا الكرام، بسم الله أبدأ، عليه أتوكل جميع سائلين وطالبين منه السداد والتوفيق والنجاح اللي تحتل المركز الأول وتقود المسار. اللي تحتل المركز الأول مشاهدين الأفاضل الشاهينية تعود ملكيتها للسيد راشد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري، هي من تحتل المركز الأول. إذا الشاهينية هي من تقود مسار هذا الشوط، فهد بن مبارك بن حباب الهاجري هو من يمتلك الشاهينية ويدفع بها في هذا الشوط الخامس. ننتقل ونتعرف وإياكم صوتا وصورة على المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدين الكرام، الزبارة تعود ملكيتها لجار الله بن محمد بن عقيل. أما المركز الثالث فتحتل المركز الثالث الشرود، تعود ملكيتها للسيد محمد بن سعيد بن زايد الخيارين مع ناصر بن سالم المكسور. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع. إذا مشاهدين الأفاضل اللي تحتل المركز الرابع المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، نوار بن دخيل الله العتيبي هو من يديرها في عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس. إذا مشاهدين الأفاضل اللي تحتل المركز الخامس لم نتعرف عليها مشاهدين الكرام. هملولة، نعم هي من تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، راشد بن حمد بن غدير هي من تحتل المركز الخامس. إذا مشاهدين الكرام أينما كنتم، أتممنا على مسامعكم الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا الكرام نعود مباشرة إلى الشاهينية وإلى من تحتل المركز الأول. الشاهينية هي من تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لفهد
بن مبارك بن حباب الهاجري هي من تحتل المركز الأول. يا السلام، مباشرة ننتقل إلى المركز الثاني. الزبارة تحتل المركز الثاني، الزبارة تعود ملكيتها لجار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثالث تصن التماس زايد بن محمد بن زايد الخيارين، سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يديرها في عملية التضمير. المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع الشرود سعيد بن محمد بن زايد الخيارين مع راهل المضمرين ناصر بن سالم المكسور الذي ظفر بناموس هذا الشوط، مو بالشوط هذا، الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي. يا سلام، تهانينا كذلك بدوري أزفها لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ننتقل إلى المركز الرابع، حصل تغيير على المركز الرابع من قبل مشاهدين الكرام. هملولة للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير، وهنا على المركز الخامس اللي تحتل المركز الخامس. وصلت في المركز الخامس قرام لفرحان بن علي بن مصلح الحبابي، هي من تحتل المركز الخامس. إذا نداءنا مشاهدين الكرام للمرة الثانية للخمسة المراكز الأولى أتممناه، يعني خلاص أتممناه يا جماعة. مباشرة نعود بصوتنا وكذلك بتعليقنا وبكوادرنا إلى الصدارة وإلى من تحتل المركز الأول. اللي تحتل المركز الأول مشاهدين الكرام ما زالت مشاهدين الأفاضل الشاهينية هي من تحتل المركز الأول. فهد بن مبارك بن حباب الهاجري هو من يحتل المركز الأول مع الشاهينية. يا سلام يا سلام، إذا الناموس ينتظر ونحن كذلك ننتظر أيها الحفل الكريم. هنا الزبارة تتسلل، الزبارة تقترب، الزبارة تتسلل في هذا الموقع، تتسلل لحظة بلحظة. وشعار السيد جار الله بن محمد بن عقيل وأربعة كيلو متر يا جماعة، أربعة كيلو يا مشاهدين، أربعة كيلو يا متابعين. يا سلام، الزبارة تغير الأمور وتحتل المركز الأول. جار الله بن محمد بن عقيل وكذلك الشاهينية جنبا إلى جنب إلى الزبارة، بينما تعود ملكية الشاهينية للسيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري. هنا في المركز الثالث يصن شعار الحبابي في المركز الثالث، شعار الحبابي مع غرام، غرام غرام. يا سلام على هذا الاسم الجميل، غرام تعود ملكيتها لفرحان بن علي بن مصلح الحبابي. يا جماعة غرام، غرام لا يستهان بأمرها، غرام كذلك يبيلها متابعة دقيقة ويبيلها مراقبة هذه البكرة. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع، وصلت التماس في المركز الرابع بينما ينخط في المركز الرابع في هذه اللحظات من قبل الشرود سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ناصر بن سالم المكسور هو من يدير عملية تضمير الشرود. المركز الخامس التماس زايد بن محمد بن زايد الخيارين، سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي هو من يضمرها. يا سلام يا سلام يا السلام، المضمرين والملاك يريدون الناموس ويريدون النقطة في هذا المهرجان وفي سن الحيل. يا سلام، يا محلى الرغص ويا محلى الناموس. يا سلام، إذا الأمور مشاهدين الكرام 3 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، ونداءنا الثالث أتممناه على مسامعكم للمرة الثالثة على التوالي. مباشرة نعود إلى غرام، غرام هي من تشعل المنافسة. غرام يا جماعة، غرام يا حبني الغرام، وهذا الاسم الجميل المميز غرام. الحبابي هنا يتألق ويقود المسار بينما الشاهينية تخطف الأضواء وتحتل المركز الأول. تعود ملكيتها للسيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري. يا سلام يا غرام، غرام جنبا إلى جنب للشاهينية، تعود ملكية غرام لفرحان
بن علي بن مصلح الحبابي، وهنا في المركز الثالث وصلت الزبارة تعود ملكيتها لجار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الرابع يا سلام اسماء جديدة اراها بالعين المجردة قادمة وواصلة لا محالة. المركز الرابع والخامس عند السندباد القطري صالح بن حمد القمرة، بينما قلايل تحتل المركز الرابع تعود ملكيتها لصالح بن حمد القمرة. يبدو لي مع جار الله المكسور، جار الله المكسور المري هو من يديرها في عملية التضمير. يا سلام يا سلام، هناك من الجانب اليمين على المركز الخامس هناك اللي تتسلل الشرود سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، هو من يتألق في هذا الصباح وفي الشوط الأول الرئيسي. يا سلام 2 كيلومتر، 2 كيلومتر يا جماعة، يا من يريد الناموس، يا من يريد السيارة، يا من يريد الزعفران، مباشرة نعود إلى غرام. أشعلتني غرام يا جماعة، هيضتني غرام، غرام بأدائها، غرام كذلك بعروضها، غرام بشعارها. والحبابي يا جماعة، الحبابي، يا سلام يا غرام، غرام قلت لكم انها يبي لها متابعة دقيقة، وها هي تتسلل وتقترب من الكيلو والنصف الكيلو. يا سلام 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو يا جماعة، وغرام تقود المسار. غرام يا سلام تذهب الى الناموس، غرام تحتل المركز الاول تعود ملكيتها لفرحان بن علي بن مصلح الحبابي. يا سلام يا سلام مشاهدين الافاضل، هنا في المركز الثاني وصلت الشروق المركز الثاني مشاهدين الكرام تتسلل في هذه اللحظات. وصلت بنت صوغان أول نداء لها في هذه اللحظة وفي هذا الموقع محمد بن جمعة النابودة. يا سلام، وهنا في المركز الثالث وصلت القلايل لصالح بن حمد القمرة، وكذلك جار الله المكسور هو من يديرها في عملية التضمير. كيلو متر أخير، كيلو الأوامر وكيلو العمليات نتجاوزه في هذا الموقع وفي هذه اللحظات. ومن يريد السيارة والناموس. يا سلام يا غرام، يا سلام يا غرام، يا غرام يا غرام، يا الله يا غرام، يا هشوط يا غرام، يا سلام غرام 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 مشاهدين الكرام. والحبابي وغرام، غرام والحبابي، الحبابي والناموس، والناموس وغرام. يا سلام يا سلام، يا الله عليك يا غرام. غرام مشاهدين الكرام هي من أحذرتكم منها، وهي كذلك من قلت لكم انها يبي لها متابعة ولها انجازات. ها هو الزعفران مخضب على راسها، وها هي تتألق، وها هي تحتل المركز الأول. يا سلام يا غرام، غرام مشاهدين الكرام هي من تحتل المركز الأول وتهدي الناموس إلى مالك غرام السيد فرحان بن علي بن مصلح الحبابي. يا سلام يا سلام، اسم جميل وناموس جميل كذلك ينتظر. يا الله عليك يا غرام، ها هي غرام تصل إلى خط النهاية كذلك بسلام، وتهدي الناموس إلى مالكها السيد فرحان بن علي بن مصلح الحبابي. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني شعار سيد جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع تصن الشايقة لسالم بن منال السويدي. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس منصورة لصالح بن حمد القمرة. إذا مشاهدينا الكرام شاهدنا غرام، وها هي غرام، هي من أقرت الجميع، وهي كذلك من ذهبت لناموس هذا الشوط. وغرام تبحث عن التميز وعن كذلك الميزة، وها هي تتميز في هذه الفترة الصباحية وفي سن الحيل. 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لمالك غرام فرحان بن علي بن مصلح الحبابي على فوز غرام وتحقيقها بناموس هذا الشوط. المركز الثاني
يصلنا في شعار السيد جار الله بن محمد بن عقيل مع الدوحة 13 دقيقة 10 ثواني 6 أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لجار الله بن محمد بن عقيل على المركز الثاني في هذا الشوط. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، القلايل تصلنا في المركز الثالث 13 دقيقة 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية، هو توقيت القلايل من مسافة 8 كيلومترات. التهنئة نزفها لصالح بن حمد القمرة كما نزفها كذلك لجار الله المكسور على هذا الفوز المستحق. إذا حفلنا الكريم مستمرين وعطاءاتنا مستمرة وأشواطنا